بصبح مرة تانية كمان على مشاهدينا في كل مكان، وعايز أقول لكم أن هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحر على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. كمان في نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي. وخلاص كام يوم نبتدي فصل الربيع بكل الاجواء المختلفه فيه، وارتفاع في درجات الحراره وانخفاض في درجات الحراره، بس طمنينا الاول النهارده عن حاله الطقس، وهل يعني لسه في تخبط كده او في ارتفاع بسرعه وانخفاض بسرعه في الاجواء اللي بنتعرض لها بقالنا تقريبا اسبوع؟ هو بالفعل في ارتفاع وانخفاض في الحراره بين فتره النهار وفتره الليل وبين اليوم والتاني. يمكن احنا اليوم بالفعل مكملين في ارتفاع درجات الحراره، ولكنها ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره. يعني احنا اليوم متوقع عظمى على القاهره الكبرى 25 درجه مئويه، لو احنا موجودين في شارع تحت اشعه الشمس هنحس بالارتفاع ده بالفعل، لان لسه مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه جنوبيه قادمه من الصحراء الغربيه، فده بتؤدي الى ارتفاع درجات الحراره في اغلب محافظات الجمهوريه فيما عدا السواحل الشماليه الغربيه للبلاد. عشان كده احنا فتره النهار بنحس بالدفء، وخاصه تحت اشعه الشمس على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية الشرقية، محافظات طبعا شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أجواء معتدلة تماما خلال فترة النهار على السواحل الشمالية الغربية، لأن سواحلنا الشمالية الغربية مطروح والإسكندرية دي اللي بتشهد انخفاض في درجات الحرارة، وعظمى فترة النهار 20 درجة مئوية. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس على كافة المحافظات بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، وصغرى فترة الليل ما بين 13 و 14 درجة مئوية، يعني أجواء باردة على أغلب المحافظات خلال فترة الليل. كمان اليوم في نشاط للرياح سرعاته ما بين 30-40 كيلومتر على الساعة، نشاط الرياح ده مع الكتل الهوائية الجنوبية هيكون مثير للرمال والأتربة، وخاصة في القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، سواحلنا الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، المناطق دي كلها اللي هيبقى فيها أتربة ورمال مثارة. بالإضافة كمان نشاط الرياح فترة المساء يخلينا نحس بالأجواء اللطيفة وانخفاض درجات الحرارة. كمان اليوم في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية وبعض المناطق كمان والمحافظات شمال الوجه البحري، لكنها كلها فرص أمطار خفيفة غير مؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. مع غدا السبت يكون في انخفاض في درجات الحرارة بحوالي من درجتين لأربع درجات، ونعود تاني لدرجات الحرارة اللي ما بين 20-21 درجة مئوية للقاهرة الكبرى، ونحس بالأجواء الشتوية المعتدلة فترة النهار أو المائلة للدفء فترة النهار، وهتعود فرص الأمطار أو هتبقى فرص الأمطار بشكل كبير على كافة المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتتقدم كمان يوم السبت إن شاء الله لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري. إحنا بالفعل فصل الربيع إن شاء الله متوقع أن يبتدي 21 مارس يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، لكن لازم ناخد بالنا إن الفترة دي هتظل فيها تقلبات جوية في درجات الحرارة، فعلى الأقل فترات الليل نحافظ على الملابس الشتوية، لأن تغيير نوعية الملابس بشكل كبير بين فترة النهار وفترة الليل ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، وخاصة إن فترات الليل لسه الأجواء فيها أجواء باردة. مهم جدا النهارده مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه لو احنا هنخرج لازم يكون معانا كمامات، ومهم جدا تكون كمان القياده بهدوء تام على اغلب الطرق مع اي ظاهره جويه ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 25 والصغرى 15، العاصمه الاداريه 26-14، اسكندريه 20-14، العلمين الجديده 19-13، مطروح 18-13، دمياط 23-13، بورسعيد 24-14، إسماعيلية 26-15.
السويس العظمى فيها 24 والصغرى 14، العريش 25-12، كاترين 17-6، طابة 24-14، حلايب 24-16، شلاتين 26-15، شرم الشيخ 26-16، الغردقة 26-6. هنروح للفيوم العظمى فيها 26 والصغرى 11، بني سويف 26-11، الوادي الجديد 31-12، أسيوط 27-10، سوهاج 28-11، قنا 29-13، الأقصر 30-13، وأخيراً أسوان العظمى فيها 31 والصغرى 14. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. نخلي بالنا لما نخرج من بيوتنا لازم نلبس الكمامة، علشان في يعني رياح مثيرة للرمال والأتربة ممكن تأثر على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية. كمان ناخد بالنا على الطرق المختلفة، لأنه الرؤية الأفقية والشبورة ممكن تأثر علينا، ونلتزم بالتعليمات المرورية. نرجع مرة تانية لمصطفى وباسنت نكمل معهم بقية فقراتنا.